مستمرون معكم في هذه التغطية، أرحب الآن من إربد بالأكاديمي والمختص في الإعلام الدكتور طارق الناصر. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور طارق، ونريد الحديث على مستوى محافظة إربد، كيف يمكن الحديث عن القراءات فيما يتعلق بتوجهات الناخبين ونسبة الاقتراع التي تم تسجيلها على مستوى الدوائر في محافظة إربد؟ ما الذي يمكن أن تشكل هذه النسبة من مؤشرات وقراءات؟ نعم، يعطيك العافية وشكرا لجهودكم خلال هذا اليوم على تغطية الانتخابات المميزة. الحقيقة في محافظة إربد عموما كانت نسب الاقتراع نسب جيدة نسبيا، كنا نتوقع ما قبل الانتخابات نسب أعلى وأكثر، وإنما يعني جاءت هذه الانتخابات بنسب دون المتوقع لكنها جيدة ومرضية من حيث الشكل. على سبيل المثال دائرة إربد الثانية كانت أعتقد في المركز السادس من حيث نسبة المقترعين على مستوى المملكة، وهذا يعني مؤشر جيد. لكن إذا يعني أردنا التعليق بشكل عام على نسبة الاقتراع، يجب أن نقرأ بشكل جيد وربما ما بعد النتائج أداء القوائم الحزبية في الدوائر المحلية، وكيف استطاعت الأحزاب التأثير على الناس بالمشاركة بالانتخابات أو عدم المشاركة. باعتقادي نحن بحاجة إلى قراءة واسعة في النتائج حتى نستطيع أن نصل إلى وصف دقيق لمشهد الاقتراع، لكن بالمجمل المشاكل كانت قليلة جدا. هناك إقبال مختلف ما بين بيئة اجتماعية وبيئة اجتماعية أخرى، بعض المجتمعات الريفية كانت نسبة الإقبال فيها أعلى وأكثر إقبالا، كنا نتمنى أن يكون هناك نسبة مشاركة على مستوى المملكة للمرأة بشكل أكبر، لكن يعني ما زالت المشاركة، مشاركة المرأة في الانتخابات، الأرقام يعني محدودة نسبيا، وربما نحتاج إلى على مستوى محافظة يعني إربد، على مستوى محافظة إربد والدائرة الثانية تحديدا. لربما دكتور طارق، هل يمكن الحديث عن مؤشرات فيما يتعلق بتجاوز نسبة الحسم للعتبة بناء على عدد القوائم المترشحة في هذه الدائرة؟ كيف يمكن الحديث عن قراءات النتائج الآن لربما؟ نعم سيدي، العتبة الصحيح كانت يعني برضو دون المتوقع، لأنه إحنا أرقام الانتخابات أو يعني نسبة الاقتراع كانت كنا نتوقع أن تصل إلى أكثر من 150 ألف ناخب في الدائرة الثانية، لكن ما حصل لأنه ما وصلنا إلى هذا الرقم، فبالتالي كانت نسبة الحسم حوالي 9600 صوت. من المتوقع كان ما قبل الانتخابات أن تدخل 6 كتل إلى العتبة لتحصل 5 منها على مقاعد. الآن عمليات الفرز ما زالت تجري، لكن هناك يعني قراءات أولية، هناك كتل استطاعت أن تفرض نفسها في المشهد الانتخابي. والحقيقة يمكن لازم لما بنحكي عن نسبة الحسم ننتبه لنقطة كثير مهمة. عندنا نوعين من الكتل المترشحة في الدوائر المحلية. النوع الأول كان كتل انتخابية محسوبة على ألوية داخل الدائرة الانتخابية، الدائرة الانتخابية الثانية فيها 5 ألوية، فكان أغلبية المرشحين في كتلة ما من لواء محدد، فبالتالي أصبحت هذه الكتلة محسوبة على هذا اللواء، وبالتالي حصة هذا اللواء إن أصبح له حصة في المقاعد ستكون من نصيب كتلة تمثل هذا اللواء. النوع الثاني هي الكتل إن صحت التسمية الخليطة، بمعنى أنه فيها من كل لواء واحد أو اثنين أو يعني من أكثر من منطقة، فهي ما كان سهل تتوقع كيف النتائج. اليوم بتعرف عملية الانتخابات كعملية يعني سرية، أنت ما بتقدر تقرأ ما في نفوس الناس، لكن القراءات الأولية، الدراسات التي أجرتها مراكز الأبحاث المختلفة، الاستطلاعات اللي أجريت حتى غير العلمية منها، كانت تشير إلى وجود كتل فرضت نفسها. هناك تحالفات قوية، يعني اليوم في عنا سؤال بالشارع الإربدي تحديدا في الدائرة الثانية، هذه الكتلة ستتعدى العتبة
وستصل إلى نسبة الحسم، لكن من الذي سينجح في هذه الكتل؟ هناك منافسة داخل الكتل بأرقام جيدة. مثل يعني ماذا هذه الكتل؟ يعني القول إنه مثلاً شخص عنده تجربة طويلة، مثلاً كان عنده تجربة سابقة بالمجلس النيابي، موجود بالشارع، لكن حليفه داخل الكتلة أيضاً كان قوي. الأحزاب اللي دعمت بعض الكتل أو مرشحين الكتل فيها ضمن التحالفات موجودين، كانت مشاركة الأحزاب مهمة، لكن من وجهة نظري هي مشاركة صامتة، بمعنى لم تعلن الأحزاب عن دعم أو موقف تجاه الكتل المحلية، لكن عملت أيضا دون هذا الإعلام. أيضا وجود الأحزاب كان بالمراكز الاقتراع ما كان كما كنا نتوقع، وبالتالي هذا أثر يمكن على نسبة الاقتراع وبيأثر على النتائج حكم المحكمة. أثر على نسبة الاقتراع بشكل عام دكتور طارق، أم أنه أثر على النتائج أو الاقتراع للأحزاب؟ لا بشكل عام، لأنه يعني زي ما حكيت لك إحنا كنا نتوقع مثلا أنه تتعدى نسبة الانتخاب بدائرة إربد الثانية، أو العدد كنا نتوقع يوصل لأكثر من 150 ألف، بمعنى أكثر من 50%، ما حققنا هذا الرقم. هذا بيعود لسببين. السبب الأول اختلاف زي ما قلنا البيئات الاجتماعية بين القرية والمدينة وبين المراكز الحضرية يمكن والقرى الأقل عددا والأكثر إقبالا على الانتخابات، لكن أيضا عدم وجود نشاط حزبي داخل القرى والمناطق ومراكز الألوية أثر حكما على عدم تحقق هذا التوقع. أيضا اليوم على أبواب مراكز الاقتراع كانت بعض الأحزاب بالتأكيد حاضرة، بعض الأحزاب اعتمدت على وجود المرشحين في الدوائر المحلية، اللي ممكن نقول وللأسف وإن كان هذا مظهر يعني يحمل شكل إيجابي وسلبي، اعتمدوا على قواعدهم العشائرية أو المجتمعية الموجودة، بعضهم كان مرشح إجماعات عشائرية أو مناطقية، ويمكن ما أدوا الدور المطلوب باتجاه مثلا المشاركة باتجاه الأحزاب، وبالتالي أيضا اعتمدوا على قوة وجودهم في مناطقهم، متناسين أهمية حفز الناس على المشاركة بشكل جيد. لكن بالمجمل المظهر الانتخابي اليوم كان جدا مميز في الدائرة الثانية، والمميز أكثر إنه، وهي ملاحظة شخصية، إنه شبابنا اليوم كانوا يراقبوا مهتمين بمختلف المناطق. اليوم إذا بتتابع صفحات السوشيال ميديا بتلاقي الشباب هم اللي قاعدين بيتابعوا الأرقام والإحصائيات وعاملين حالة إيجابية، وأنا باعتقادي أنه يمكن من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخاب بشكل أو بآخر، لكن من الضروري أن نذكر أن هذا القانون أتاح للشباب فرصة التعرف، خصوصا اللي بينتخبوا لأول مرة، فرصة التعرف على المشهد الانتخابي بشكل جيد. نعم دكتور. قراءة المشهد الوطني من خلال القوائم الحزبية وغيرها أيضا بشكل جيد. أشكرك، شكرا لك. نعم. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة.